السماعة مسكته. تخاف انت؟ لا لا مستحيل اعرف شو لونه. لك تعرف ما عم انت عم تغش. لا مرحبا كيفك؟ اهلا وسهلا. عرفني عن اسمك. احمد العلي. احمد. احمد حلو. احمد احزر شو؟ بدك تبلش بالصندوق الاول، بدك تكتشف شو داخل الصندوق. تمام. من خلال حواسك. تخاف انت؟ لا. برافو عليك، هيك بديك. اي صف انت؟ انا حادي عشان عم بمزح معك. برافو عليك. طيب يلا نبلش. شو حسيت؟ شو طلع معك؟ سفنجة ريفة. سفنجة حلو، برافو. شو مثلا يعني شو هي السفنجة؟ مو بس سفنجة، بدك تعطيني تفاصيل. سفنجة. عندك اخوات بنات انت؟ لا هي السفنجة اللي بيحطوها تبع الأنطة. ايه هي بدي اقول لك. برافو، هيك عم اقول لك عندك اخوات بنات ممكن يكونوا بيستخدموها يعني. طيب اوكي، برافو عليك. اول صندوق صح. شيل ايدك، اهلا وسهلا فيك. ثاني صندوق. ثاني صندوق بدك تعرف، بس ما تطلع انت عم تغش. لا ما تغش. شو هاد؟ سلايم. سلايم، برافو. والله انك ذكي. شو لون السلايم يا حزرك؟ حط ايدك، رجع هيك، غمض عيونك هيك. لا مستحيل اعرف شو لونه. لك تعرف مامتي. لا ما بربحك ماما. مستحيل اعرف شو لونه. لك تعرف. مستحيل. طب شو لك لون؟ يعني شو لون السماء؟ ازرق. ازرق. الله، هو ازرق شيء؟ ما بعرف، عم بمزح معك، عم بتهضم. تفضل على الصندوق الثالث. يلا ما تطلع لك، انت عم تطلع. ايه خلاص. ايه طيب، على اليمين، على اليمين شوي، على اليمين، على اليمين. ايوه شو هاد يا حزرق؟ السماعة مسكته. ما ايوه طلع اذا بتحل. لا سحلية. سحلية بس شو اسمها يعني؟ غير السحلية، اختها للسحلية. ماما. خالتها. بتقربها؟ والله بتقرب. ايوه عم يتطلع. لا عم يفكر. شو اسم اختها للسحلية؟ ما بتعرف؟ ليش هي عندها اخت انت؟ قال لي لا ما عندها اخت. امزح معك. طيب احزر شو؟ لك شو اسمها؟ سحلية. لا نكان. يلا حرف الحاء. حرباية. حرباية، برافو. برافو عليك. تخاف من الحرباية؟ نعم. ليش ما بتخاف؟ يا الله كثير بشعة، كثير بتخوف. أنا كثير خايفة منها. طيب أوكي حزر شو؟ أنت ربحت جائزة مقدمة من يلا تي في. يستمو. شكرا. شكرا يا أحمد. باي.